أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث حول رأي الجرجاني في الاستعارة، حيث فرق في الاستعارة المفيدة بين استعارتين، بين أن تنقل الاسم من مسماه الأصلي وتثبته بشيء ثابت يمكن أن يشار إليه، كاستعارة الأسد للإنسان الشجاع. ونحن قد بينا رأينا في مثل هذه الاستعارة، حيث قلنا أن هذه ليست استعارة، وإنما هي في الحقيقة تشبيه حذف منه المشبه وأداة التشبيه، وبقي المشبه به، والمتكلم يريد أن يخيل للمتلقي أن المشبه به هو المشبه، أو أن المشبه هو عين المشبه به، مبالغة في تحقق الصرف. وذكر الجرجاني أن في مثل هذه الاستعارة يمكن أن يشار إلى المستعار له ويكنى بالمستعار عنه، فأنت تكون لما تستعير الأسد الشجاع كأنك كنيت بالأسد عن الشجاع، وكذلك بالبحر عن كرم الإنسان إلى آخره. والنوع الثاني من هذه من أنواع الاستعارة المفيدة، التي هي استعارة من جهة المعنى أيضا، النوع الثاني هو أن تنقل الاسم من حقيقته، تأخذه من حقيقته وتضعه موضعا لا يبين ولا يشار فيه إليه. تأخذ الاسم من حقيقته، تأخذ المعنى من حقيقته، توضع موضعا لا يمكن أن يشار فيه إليه. كان تأخذ اليد، معنى اليد، من موضعها الأصلي اللي هي تدل على اليد، تضعها في موضع حقيقتها اللي هي اليد الجارحة، تضعها في موضع لا يمكن فيها أن يشار إليه. كأن تسند اليد للشمال، الشمال يمكن أن تشير إلى يد الشمال؟ ما هو الشمال ليس له يد حتى يمكن أن يشار فيها، حتى يشار إليها في كلمة الشمال. ما عنده يد حتى يشار إليها، فوضعتها موضع لا يمكن أن يشار فيه في هذا الموضع إليها، إلى هذه اللفظة الاسم منقطع عنها إليه. إذن هذا النوع الثاني استعارة. قلنا هذا النوع الثاني استعارة هو الاستعارة الحقيقية، وذلك لأنه لا يصح فيه تقدير أداة التشبيه. لا تستطيع أن تقول إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال، أصبح هناك شيء مثل اليد للشمال، هو الشمال ما إلى يد حتى تشبه فيها، فكيف تشبه شيئا بشيء لا وجود له؟ تمام. إذن هذا لا ينفع التشبيه، لا يصح فيه تقدير أداة التشبيه. هذه هي الاستعارة. الاستعارة لا يصح فيها تقدير أداة التشبيه. والاستعارة في الحقيقة هي مو مسألة تشبيه حذف منه المشبه، لا، الاستعارة أن تستعير لشيء شيئا، تأخذ على نحو العارية، على نحو ماذا؟ العارية، هي الاستعارة، تستعير من عنده، تستعير شيئا لشيء، هذا الشيء ليس من هذا الشيء ولا له. استعارة اليد الشمال، اليد لما استعرت للشمال، اليد ليست من الشمال ولا للشمال، مو من عنده ولا إلى، وإنما هي لمن، للحيوان، اللي عنده أي حيوان. فهذا هو النوع الثاني، هو الاستعارة، وهذه لا يصح فيها تقدير أداة التشبيه، بينما يصح في الأول تقدير أداة التشبيه. لما تقول رأيت أسدا، تستطيع أن تقول رأيت رجلا كالأسد، أي في الشجاعة. زين. وفي هذه الحالة أيضا لا تستطيع أن تقول أن لبيدا قد كنى باليد عن الشمال. لا، وكنى باليد لما نسبها إلى الشمال
كان فيها عن أن الشمال الريح الشمالية تصرفت في الغداة تصرف ذي يد ممسك بزمام الغداة. هذا هو الفرق بين النوعين. زين، فإذا الشبه في الأول ينتزع من المستعار. أي النوع الأول؟ النوع الأول اللي هو نقل الاسم عن مسماه، ينتزع الشبه ممن الوصف، يعني من المستعار. لما تقول رأيت بحرا وتريد به رجلا كريما، رأيت بحرا وتريد منه ماذا؟ وتريد منه رجلا كريما. في هذه الحالة الوصف انتزعت ممن؟ من المستعار. رأيت بحرا، وين الوصف؟ هنا من البحر. انت شو تقول؟ تريد يعني صفة الكرم انتزعتها من البحر، وهو اللفظ المستعار، لأن البحر كريم يعني غزير العطايا، فيه ما فيه بفضل الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فأنت هنا في الحقيقة استعرت، تلاحظ ماذا استعرت؟ المعنى يعني من لفظ المستعار. هذا هو. فهنا بالنوع هذا هو النوع الأول، أنه نقلت الاسم من مكانه الأصلي وأثبته لشيء واضح فيه. فأنت هنا الصفة أي شبه انتزعت من اللفظ المستعار. أما بالثاني الشبه ما انتزعت من لفظ المستعار، وإنما مما أضيف إليه شنو؟ هذا اللفظ المستعار. يعني أنت الآن لاحظ بيت لبيد لما يقول إذا أصبحت بيد الشمال زمامها، كما يقول الجرجاني، إذا أصبحت بيد الشمال ماذا؟ إذا أصبحت بيد الشمال زمامها. أنت المعنى ما انتزعت من اليد، لا، شنو المعنى؟ لحظة، المعنى الآن اللي في هذا المثال أنك أنت أعطيت للشمال تصرف الإنسان، أعطيت للريح الشمالية تصرف إنسان يملك يدا ذا يد ممسك بمن؟ بزمام الغداة. هذا المعنى اللي يرده. هذا المعنى ما انتزعت من اليد، وانت ما انتزعت من اضافة اليد الى الشمال، يعني من المعنى المركب من يد زائدا الى الشمال حينما تضاف اليه، بمعنى انك انت في هذه الحالة انت انتزعت التصرف الشمال وجعلت كأنه يتصرف تصرف ذي يد، فانتزعت المعنى من إضافة اليد إلى الشمال، فخيلت الشمال وكأنه يعني صاحب يد وممكن ويستطيع أن يتصرف بالأمر تصرف بالغداة تصرف باليد بها. بعد أن تجعل الغداة أيضا يعني حيوانا أو إنسانا أو حيوانا وفيه زمام. فلنشوف الفرق. في الأول الشبه تنتزع ممن؟ من اللفظ المستعار. الشبه هنا مو من اللفظ المستعار، منه ومما أضيف إليه، صورة يعني مركبة، شمال إلى يد، هذا المعنى، وهو ده يتصرف. يعني هاي صورة مركبة صار، بينما هناك نقدر نعتبرها صورة مفردة تقريبا يعني، وليس بالشكل الدقيق، بس هذا حتى تفهموه. هذا هو الفرق بين الأول والثاني. ففي الثاني تكون أنك أردت أن تجعل الشمال، شوف في الحالة الأولى أنت شبهت الإنسان الشجاع بالأسد، خلاص كما جعلت الرجل كالأسد ومشبها بالأسد. أما في الثانية جعلت الشمال كذي الأحياء، كذي اليد من الأحياء،
شلون الفرق؟ هذا هو الفرق بينهما. ففي هذا الضرب كما يقول الجرجاني قرأكم عبارته، ففي هذا الضرب المستعار له وهو نحو الشمال ذا شيء، وغرضك أن تثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء في فعل أو غيره لا نفس ذلك الشيء. تثبت بالشمال حكم ذلك الشيء اللي هو صاحب اليد لا نفس ذلك الشيء، لا نفس اليد، لا. فما تثبت اليد للشمال وأن تثبت له حكم من يملك اليد، هذا هو الفرق بينهما. وهكذا تأتينا هذه الأمثلة الأخرى على هذا المنوال يفسرها الجرجاني. شوف لاحظ متى يجينا إلى قوله وعري، قول زهير وعري أفراس الصبا ورواحله، عري أفراس الصبا ورواحله. لاحظ لما يجي إلى بيت زهير كيف يعني يتناوله وعري، أفراس الصبا ورواحله، وعري أفراس الصبا ورواحله. لاحظ جعل الصبا ذا أفراس، الصبا المرحلة العمرية الزمنية المعينة، جعلها ذات أفراس، وهذه الأفراس عريت بمعنى خلعت عنها الثياب وما شاكل ذلك، والرواحل، الراحلة التي توضع عليه كناية بمعنى أنه قد ذهب شبابه. لاحظ شوف شون يقول شون يناقش هذا البيت جرجاني، يقرأ لكم عبارة، يقول في قول زهير وعري أفراس الصبا ورواحله لا تستطيع أن تثبت ذواتا أو شبه الذوات تتناولها الأفراس والرواحل في البيت على حد تناول الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة. يقول أنت ما تقدر تعتبر أن هناك ذوات للصبا فعلا هي أفراس وتشير إليها تقول هذه هي أفراس الصبا، كما تقول لما تصف تستعير الأسد للإنسان الشجاع كما تقول هذا هو الأسد وتشير إلى الإنسان الشجاع. يعني هناك أنت لما انقلت الأسد من مسماه الأصلي واطلقت على الشجاع نقلته لأمر ثابت معلوم تعرفه يمكن أن يشار إليه، أن يشار إليه. أما هنا عري أفراس الصبا، طيب أنت استعرت الأفراس للصبا، إيه هي وين هالأفراس؟ وهل هناك شيء للصبا يشبه الأفراس بحيث يمكن أن تشير إليه؟ ماكو، مجرد معنوي. شوف صفة معنوية تكلم بها عن شيء معنوي ما ليس له وجود في الخارج يمكن أن يشار إليه. فإذا فهكذا يقول، هكذا يكون الفرق بينهما بهذا الأمر. يقول وليس لك، إنما أنت في هذا، وليس إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأهمل وفقد نزاع النفس إليه وبطل، وفقد نزاع النفس إليه وبطل، فصار كالأمر ينصرف عنه فتعطل آدالاته. يقول يعني أنك أنت أو أن الزهير يريد أنه الصبا راح فتركناه ونسيناه، وكمن يهمل آلة من الأدوات فصير عليها الغبار أو الفرس من استعملها فنتركها لا نعطيها ملابس، يعني هاي الأشياء اللي يغطوها بها ولا راحلة ولا كذا، هكذا يتشبه أن هذا الصبا قد تعطل وبطل ولا يلتفت إليه أحد. زين، أنه بيجيب لنا أمثلة على الاستعارة المتكلفة. شوف لاحظ يقول ليس استعارات حسنة، هاي اللي انقلناها مع البيد الشمالي زمامها وعري أفراس الصبا ورواحله. بعدين وهذا من جمال عبد القاهر الجرجاني يأتي مثل ما يضرب لنا أمثلة على الاستعارة الحسنة ينتقل فيضرب لنا أمثلة على الاستعارة المتكلفة.
يقول لاحظ هناك إذا استعارة متكلفة كما في بيت الفرزدق الذي يقول فيه: لعمري لئن قيدت نفسي لطالما سعيت وأوضعت المطية في الجهل، لعمري لئن قيدت نفسي لطالما سعيت وأوضعت المطية في الجهل. يعني هنا نقول يشوف أنه قد تباعد عن الصواب كثيرا، يعني اللي يقول أني أنا تماديت في الجهل ثم بعد ذلك رجعت، وجعل كأنه الجهل مطية وهو امتطاها وذللها وإلى آخره، وهذه متكلفة لا يمكن أن يصار إليها. زين، ولكن احنا في رأيي أنا، هذا عبد القاهر كبار، في رأيي أنه من الممكن يعني اعتبار معناها جيد، كما هو ينتقد قوله: هو مرخي العنان وملقى الزمام. مرخي العنان وملقى الزمام لمن يعني يعني خلع عنانه، بمعنى مجن مثلا ولم يبالي بالأعراف والتقاليد، فنقول فلان خليع العذار أو خلع عنانه. خلع عنانه وألقى زمامه، يعني ما خلص ماكو عنان اللي يرده ولاكو زمام اللي أيضا يرده أو يزمه ويوقف عند حده هالشكل يمسك فيه. فهذه لا بأس بها، ولكن الجرياني لا يرى فيها شيء. يقول النوع الأول، هذا النوع من الاستعارة الثاني، هو الذي يدعو إلى التعمق وإلى التدبر ويعين على فهم النصوص القرآنية، بقوله تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا، يعني بأعيننا برعايتنا بتوفيقنا. هاي هي الاستعارة، استعرت المعنى. فأنت إذا ما تفهم هذا النوع من الاستعارة اللي بها تأمل وبها دقة، لا يمكن أن تفهم القرآن الكريم وكثير ما ورد في القرآن الكريم. إذا بعضهم اللي يذهبون إلى إنكار المجاز وما يفهمون الاستعارة هذا الفهم، يقعون في أخطاء كثيرة، منها مثل قوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو إذا يفسر عمى ويجعله من النوع الأول وبال يعني العمل الحقيقي، هذا طبعا يكون لم يفهم القرآن الكريم، ولذلك لا يجوز تفسيره بهذا المعنى. وإنما كان في أعمى أي كان ضالا، نانا أريد من العمى الضلال فهو في الآخرة أضل سبيلا. حتى يروى أن أحدهم كان ينكر وقوع المجاز في القرآن الكريم وكان أعمى، سبحان الله. فهذا يناقش أن المجاز لا يقع في القرآن الكريم ولا يجوز وقوعه إلى آخره. فالتفت إليه أحدهم قال: لا يقع المجاز في القرآن الكريم؟ قال: نعم. قال: ما قولك في قوله تعالى: وأما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ فسكت. يعني يقول لي: أنت رجل أعمى، معنى لا تقول الأعمى بمعنى العمى من البصر، طيب يعني أنت هسه في الدنيا أعمى والله يبعثك يوم القيامة أعمى أيضا؟ ليس ما كنت شيء، وإنما قصد من العمى في قوله تعالى: والله أعلم، قصد منه الضلال، تيه أعمى. يقول لك: أعمى ما تشوف؟ يعني شنو أعمى ما تشوف؟ ويرى، ولكن مقصود يعني شبهناه بالرجل الأعمى، استحبناه لفظة العمى، معنى هو يعني لا يبصر، يعني هو تائه، يعني هو ضال. هذا هو فإذا هو يؤكد على أن النوع الثاني مهم جدا، وتفهمه أن تفهمه أيضا أهم، لأن يجب أن يدرك بشكل تم سليم. يقول الفرق الثاني: الشبه في الأول وصف موجود في الشيء الذي له استعرت. الفرق فرقنا بين الاستعارة الأولى والاستعارة الثانية أنه ذيك نقل الاسم عن مسماه وإثباته لشيء آخر معروف، وأما الثانية فهي أخذ الشيء عن اتزاعه من حقيقته ووضعه موضعا لا يبين فيه ولا يشار إليه منه. وقلنا إحنا بعبارة أخرى أنك أنت في هذه الحالة تخيل ذلك الشيء
هو صاحب هذا الشيء ويتصرف تصرف صاحب هذا الشيء، هذا المعنى. وأن شبه ما منتزع من اللفظ المستعار، وإنما مما أضيف إليه اللفظ المستعار. ماشي كده؟ طبعا فرق ثاني بين من؟ بين الاستعارة بالنوع الأول الضرب الأول وبين الضرب الثاني أيضا، يعني بين اللي نقل الاسم بين أخذ الاسم من حقيقته وضع موضع آخر. هذا الفرق الثاني ما هو؟ الفرق الثاني ما يلي ده. يقول عبد القاهر أن الشبه في القسم الأول وصف موجود في الشيء. لما نقول رأيت أسدا وتريد إنسانا شجاعا، هذا الوصف هو الشجاعة، موجود في الشيء الذي استعرت اللفظ له، يعني موجود في الإنسان، مثل ما هو موجود في المستعار موجود في المستعار له. أما في النوع الثاني استعارة اليد للزمام، هو هذا الشيء ليس موجودا وثابتا في المستعار له، وإنما هذا المستعار أكسب الشيء صفة صاحب هذا الشيء. شوف، أكسبه صفة التصرف. يعني أنت لما استعرت اليد للشمال أنت ماذا صنعت؟ مو أنه الوصف الموجود في اليد أثبته للشمال، هي اليد ليست صفة حتى تثبت، هي ليست صفة، هي ذات، هي ليست صفة. وإنما هنا وجه الشبه شنو راح يكون عندي؟ مو أنك أنت هذا وجه الشبه موجود، وإنما أنت هذه اليد أكسبت ما أضيفت إليه، أكسبته صفة من يملك اليد. هذا لاحظ الفرق إيش قد دقيق. الأول أن الوصف الموجود في المستعار هو ثابت في الشيء المستعار به، ثبوت الشجاعة في الأسف الإنسان الشجاع هو على نحو الحقيقة، يعني هو فعلا ثابت، أمر ثابت، بس أنت استعارت له صفة الأسدية اللي تتوفر على الشجاعة بس. أما في الناحية الثانية مال اليد، فأنت ما استعرت صفة، ما جعلت اليد صفة للشمال، يعني استعرت، لأن اليد هي ليست صفة حتى تقول استعرت صفة اليد وأثبتها للشمال وهي أمر ثابت للشمال، لا، اليد ليست صفة، وأنت لم تستعر صفة اليد أبدا لأنها ليست صفة، وإنما أنت هذه اليد باستعارتك إياها أكسبت الشمال. هل أتى إنسان يملك يدا؟ فأكسبت صاحب ما أضيفت إليه صفة صاحب الشيء نفسه، صاحب اليد نفسه. هذا هو الفرق بينهما. لاحظون؟ يعني الآن نخلي نكتبها حتى نبين الفرق على السبورة بشكل واضح موجودة. أنت هنا لم تثبت صفة اليد دي إلى الشمال، هي اليد ليست صفة حتى تثبتها للشمال، اليد ذات، وإنما أنت هذه اليد اللفظ المستعار أكسبت الشمال لما أضفت اليد إلى الشمال واستعرتها له. هذه الاستعارة أكسبت الشمال صفة من يملك يده. شوف، هذه اليد أكسبت الشمال صفة من له يد ويتصرف تصرف صاحب اليد، ولم يكن الوصف الموجود في اليد هو ثابت في الشمال، لا، باليد ما عندي أي وصف، هي ليست في وصف. هذا الفرق. بينما لما نقول رأيت بحرا وتريد منه إنسانا كريما، كثرة العطاء الموجودة، هاي الصفة الموجودة في البحر نفسها ثابتة في الإنسان، ذلك الإنسان أيضا كان كريم. شفت الفرق؟ هنا نفس الصفة ثابتة، هنا لا، لم تثبت نفس الصفة، وإنما هذه المستعار لفظ المستعار أكسبت ما أضيفت إليه، أي المستعار له، أكسبته صفة من يملك المستعار،
من يملك اليد ويتصرف تصرف مالك اليد. هذا هو الفرق الثاني بين النوع الأول اللي هو نقل الاسم من معناه وبين ياه النوع الثاني وهو أخذ الشيء من حقيقته ووضعه موضعا آخر. هذا هو الفرق الثاني بين ضربي الاستعارة. وكان حديثنا كل هذا وين؟ عن استعارة الاسم. هذا كله كان عن استعارة الاسم. أذكركم فالجرجاني قال الاستعارة إما تقع لفظ المستعار يعني إما أن يكون اسما أو أن يكون فعلا. فإن كان اللفظ المستعار اسما كون الاستعارة على نحوين، إما أن تكون بنقل الاسم عن مسماه الأصلي وإثباته بشيء آخر يمكن أن يشار إليه، هذا الأول مثل رأيت بحرا وإلى آخره وأسدا، أو تكون عبارة عن نقل الشيء من حقيقته ووضعه موضعا لا يبين فيه ولا يشار ولا يمكن أن يشار فيه إليه، مثل استعارة اليد الشمال. وفرقنا بينهما، ذاك شنو الفرق ماله هذا الشمال، ذيك صفة ثابتة هذه ليست صفة ثابتة، ذيك يمكن يكنى بها وهذه لا يمكن يكنى بها، وتقدر بالأول تقول كنى بالأسد عن الشجاعة وبالبحر عن الكريم، لكن ماذا تقول كنى باليد عن الشمال. ثم نيجا صفة ثابتة لفظ المستعار، الصفة الموجودة في المستعار ثابتة في المستعار له، بينما هنا لا، ما تقدر تقول الصفة اللي بالمستعار ثابتة المستعار له هذه اليد، لأنه اليد ليست بصفة، وإنما هذه اليد هذا اللفظ المستعار أكسب المستعار له صفة صاحب اليد وتصرف صاحب اليد. هذان نوع أو كيف يقع الاسم استعارة، هذه الطريقتان أو هذان هما القسمان اللذان يتصوران لاستعارة الاسم. بعد ذلك يجي عبد القاهر ينتقل إلى استعارة الفعل. استعارة الفعل لاحظوا استعارة الفعل كيف يتناولها عبد القاهر الجرجاني. يقول الاسم حينما استعرناه قدرنا أن نفرق بين اسمين منهم، مرة يكون مثل الاسم كنا عن مسماه الأصلي، مرة يقول كونه ناخذ عن حقيقته ونضع موضع لا يبين فيه ولا يشار فيه إليه. هل يمكن نقسم الفعل كتقسيمنا للاسم؟ يقول الفعل طبعا يختلف عن الاسم، فعل مرتبط بزمان وبحدث وبمحدث لهذا الحدث، هذا هو الفعل. فعل حدث مقترن بزمان، طبعا هذا ما نقول حدث مقترن بزمان بالتأكيد لابد أن يكون له من محدث هو الفاعل. إذا صار عندي شنو؟ صار عندي زمن وحدث ومحدث أي فاعل الحدث. كيف راح تقع الاستعارة؟ استعارة الفعل أن تثبت صفة الفعلية هذه لمن لم يصدر منه هذا الفعل أو ليس بإمكانه أن يصدر منه هذا الفعل على نحو الحقيقة، لكن أنت تخيله وتصوره في صورة من يمكن أن يصدر منه هذا الفعل. مثل من؟ كأن تصور الحال
ذات لسان وتستعير لها النطق، تقول نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا. انت استعرت هي الحال هل لها لسان حتى تنطق به، بل هل الحال هي شنو، جسم، هي حيوان يمكن ان يشار اليه، وهذا الحيوان له لسان وهذا اللسان ينطق. الامر ليس كذلك، وانما انت صورت الحال انسانا له لسان وان هذا الانسان نطق، فاستعرت النطق علما الى الحال، استعرته وهو ليس له ولا منه. لذلك لما نقول نطقت الحال، متى يعني شنو، ما المسوغ، ما العلاقة التي صححت استعارة الفعل نطق ونسبتها علما الى الحال، ما هي العلاقة المصححة؟ ان تكون العلاقة انك انت نتيجة لانه ظاهر الانسان ينبئ عن مخبره، منظره ينبئ بمعنى ينطق يخبر خلاص. فتشوف انسان مثلا تبدو عليه علامات الفقر، ملابسه المهلهلة الممزقة، مثلا نحول جسمه، ضعفه، علامات البؤس على وجهه، شعث رأسه، اغبرار وجهه، علامة فقرة نفر. هذا شو نقول؟ ما حيصير يقول لك من أعلمك أن هذا فقير؟ وهذا هل أخبرك أن أقول لك أنا فقير؟ تقول له لم يقل لي. يقول لك إذن طيب يا أخي كيف عرفت أنه فقير؟ تقول نطقت حاله بكذا. شوف نطقت حاله بكذا، حاله بكذا أو بهذا، نطقت حاله بهذا. أنت هنا استعرت النطق للحال، والحال لا تنطق، هذه هي الاستعارة. شوف يعني استعرت الفعل إلى غير ما هو له، ما يجي إلى، لكن شلون تكون هنا مو على نحو استعارة المجاز الإنسان الإسنادي أنبت الربيع البقل، لا، أنت هناك أسندت الفعل إلى البقل وتوهمت الربيع بأنه فعلا الذي شنو ينبت البقل، هكذا توهمت. أما هنا لا، أنت شبهت الحالة بإنسان ينطق واستعرت له النطق. شوف فرق بين الاثنين، أنت تعلم أن الحالة لا ينطق ولم تتوهم ذلك، ما توهمت نطق الحال، ما توهمت أن الحالة إنسان يمكن أن ينطق أبدا، وإنما أنت ابتداء تعلم أن الحالة ليس إنسانا وليس له أن ينطق، وإنما أنت استعرت للحال لسانا وجعلت الحال ينطق فقلت نطقت الحال بكذا. إذن هذه هي استعارة شنو؟ استعارة الحال. هنا بالاستعارة الفعل، هنا باستعارة الفعل يثبت وصف هو شبيه بالمعنى الذي اشتق منه ذلك الفعل. لما نستعير النطق للحال، احنا راح نثبت للحال معنى النطق، اي المعنى الذي اشتق منه الفعل نطق. معنى النطق، النطق مصدر، والمصدر الفعل اشتق من المصدر، لانه النحاة يعتبرون المصادر هي اصل المشتقات، يعني الفعل هو فرع والمصدر هو الاصل، مو ان المصدر اشتق من الفعل، الفعل اشتق من المصدر، هكذا يرون، فلذلك سموها المصادر.
اسم الفاعل أيضا يقولون مشتق من المصدر. هكذا هم نحات يرون هذا الرأي. فالآن لسنا في مجال أيهما الأصل وأيهما الفرع، فإنما ننقل الشكل. احنا بالاستعارة الفعل نثبت للمستعار له المعنى الذي اشتق منه الفعل، يعني المصدر. فلما نقول نطقت الحال بكذا، يعني أثبتنا النطق، المعنى النطق، وهو المصدر هنا، مصدر الفعل نطق. معنى النطق أثبتناه، لمن أثبتناه؟ أثبتناه للحال. هذا هو معنى الاستعارة. وين معنى الاستعارة في الفعل؟ لاحظ يقول يضرب لنا أمثلة على ذلك. يقول حكي عن بعضهم قال أتيت الجمحية أستشيره في امرأة أردت التزوج بها، فقال أقصيرة هي أم غير قصيرة؟ قال لم، فلم أفهم ذلك. فقال لي كأنك لم تفهم ما قلت، إني لا أعرف في عين الرجل إذا عرف، وأعرف فيها إذا أنكر، وأعرف فيها إذا لم يعرف ولم ينكر. فإذا عرف فإنها تخاوص، وإذا لم يعرف فإنها كذا وكذا إلى آخره. قال أردت، هذا محل شهادات السماء النجول، قال لي أنا عرفتك أنت ما عرفك، لأنه اللي يعرف يقوم يخاوص بعيونه ايش يسوي، والما يعرف يظل يجحف إلى آخره. فهذا ما نشعر به. قل المهم أنا عرفتك ما عرفت، لأنه انبهرت وظلت تخنزر بعيونه تجحف عيناك. قلنا يقول لك هذا الجمحي، يقول ثم بعد ذلك قال لي أردت بقولي قصيرة أهي قصيرة النسب تعرف بأبيها أو جدها؟ فاستعار القصر في الطول للقصر في النسب، هذا المعنى. إذن استعار المعنى، استعار ماذا؟ المعنى، ونسبه لغير ما هو له، أي جعله جعل ذلك صاحب هذا المعنى. زين، ثم قلنا أنك في مثل هذه الاستعارة تثبت للمستعار له المعنى الذي اشتق منه الفعل، أي تثبت له المصدر. يقول عبد القاهر الجرجاني، يعني بعد شرح يدكم أقرأ لكم عبارة تخاف ترجعون للكتاب حتى تفهموها، عبارة وجيزة طبعا مو كلها، هاي صفحات كثيرة بأختار لكم السطر الثلاثة اللي ممكن تفهموهن. قل وإذا كان أمر الفعل في الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه. لما تقول هذا الفعل مستعار، مو هو الاستعار، وإنما المصدر المعنى الذي اشتق منه هذا الفعل هو المستعار في الحقيقة. شوف لما تقول نطقت حاله بكذا، أنت ما استعرت نطقت، وإنما استعرت النطق، يعني المعنى الذي اشتق منه الفعل نطق، وهو المصدر هنا. إلى أن رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه. فإذا قلنا في قولهم نطقت الحال إن نطق مستعار، فالمعنى أن النطق مستعار، وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى. ومما تجب مراعاته أن الاستعارة تارة تأتي هنا، إجينا بعد ذلك بعد أن فهمنا معنى الاستعارة الفعل، قال هاي الاستعارة مرة تدخل من جهة الفاعل، ومرة أخرى تدخل ممن؟ من جهة المفعول. وهذا الكلام يحتاج وغيره معه إلى بيان في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله سبحانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.